المشترك الأصغر لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لعددين. من يقوم بعد الخطوات؟ من يقوم بعد الخطوات؟ يمنى، تفضلي يا يمنى. إذا أردت إيجاد المضاعف المشترك الأصغر لعددين، ماذا أفعل يا يمنى؟ نحلل العدد إلى عوامله الأولية، ثم نأخذ العوامل المشتركة والغير مشتركة وبأكبر أس. تمام، أحسنتي أحسنتي يا يمنى، بارك الله بك. إذا نقوم بتحليل الأعداد إلى عواملها الأولية، ثم نأخذ العوامل المشتركة والغير مشتركة وبأكبر أس. هناك قاعدة تجمع ما بين العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. هذه القاعدة سأستفيد منها بحل المسألة التالية أو التطبيق التالي، وهذا التطبيق قد ورد في أكثر من دورة امتحانية، فأرجو منكم الانتباه لحل هذا التطبيق جيدا. إذن تعلم إن جداء أي عددين يساوي جداء العامل المشترك الأكبر لهما بالمضاعف المشترك الأصغر لهما. إذن أي عددين مهما كان هذين العددين، إذا قمت بضرب هذين العددين ببعضهما ثم ضربت القاسم بالمضاعف لنفس العددين، فأجد أن ناتج العددين يساوي ناتج العامل أو القاسم بالمضاعف. فهذه القاعدة أعتمد عليها في حل التطبيقات، كما سيرد لدينا في التطبيق 1 صفحة 25. انتبه جيدا لحل هذا التطبيق، هذا التطبيق مهم. يقول التطبيق: أوجد عددين طبيعيين، رمز لهذين العددين الطبيعيين ب 4x 6x، مع العلم أن العامل المشترك الأكبر لهذين العددين هو 12، المضاعف المشترك الأصغر لهذين العددين هو 72. إذن نقرأ المسألة جيدا ونفهم ما هو المطلوب منا حسابه جيدا كي أستطيع البدء بالحل. انتبه جيدا عزيزي الطالب، عددين طبيعيين مجهولين لا أعرف ما هما، رمز للعدد الأول ب 4x، ورمز للعدد الثاني أو الثاني رمز للعدد الثاني ب 6x. علم العامل أو القاسم المشترك الأكبر لهما وهو 12، والمضاعف المشترك الأصغر لهما وهو 72. سأستفيد من القاعدة التي تعلمتها قبل قليل في حل هذا التطبيق. إذن ريم، تفضلي يا ريم. أنا أسأل وريم تجيب، تفضلي يا ريم. تمام، من هما العددان يا ريم؟ 4x و6x. تمام، إذن إذا قمت بضرب هذين العددين ببعضهما في الطرف الأول، فماذا سأضع في الطرف الثاني؟ 12 ضرب 72. أحسنتي، بارك الله بك. إذن في الطرف الأول أقوم بضرب العددين في بعضهما، وفي الطرف الثاني أقوم بضرب القاسم بالمضاعف. هل هذان المقداران متساويان؟ نعم، هذان المقداران متساويان، جداء العددين يساوي جداء العامل بالمضاعف، جداء العددين يساوي جداء العامل بالمضاعف. إذن ننتقل إلى الحل. ذكرت لي ريم قبل قليل أن 6x ضرب 4x يساوي 12 ضرب 72. هل ستكملي معي يا ريم؟ إيه سأكمل. طيب أكملي يا ريم. إذا ضربنا 6x ضرب 4x ما هو الجواب؟ 24x. x فقط؟ x مربع. x مربع، أحسنتي يا ريم. إذا 6 ضرب 4 24، x ضرب x هي x مربع.
أما الطرف الثاني فسأتركه على حاله، لن أقوم بضربه، لأنني هناك غاية طبعا في المراحل التالية سنراها معا. الآن في المرحلة التالية لحل المسألة، هناك أمثال للإكس وهو العدد 24، وأنا أريد التخلص من هذه الأمثال يا ريم، أريد التخلص من أمثال الإكس مربع، فماذا أفعل يا ريم؟ أقسم؟ منقسم أنسيس، أقسم طرفي المعادلة، أقسم طرفي المعادلة على العدد 24، أقسم طرفي المعادلة على العدد 24. انتبه جيدا لهذه الخطوة. إذا للتخلص من أمثال X مربع، أقسم طرفي المعادلة على أمثال X مربع وهو العدد 24، يصبح لدي 24X مربع على 24، 12 ضرب 72 على 24. الآن ماذا يبقى لدي يا ريم في الطرف الأول؟ طبعاً 24 تقسيم 24 أصير 1 1، يعني يبقى لدي فقط X مربع، صح؟ إيه بس يبقى لدي X مربع. طيب في الطرف الثاني انتبهي جيداً إلى العدد 12 والعدد 24. ألا أستطيع الاختصار يا ريم؟ إيه هل أستطيع الاختصار؟ تمام. إيه؟ إذن 12 تقسيم 12 واحد، و24 تقسيم 12 2. إذن تصبح المعادلة كما يلي: X مربع على 1 يساوي 1 ضرب 72 على 2. إذن بالاختصار 24 على 24 بقي 1، 24 على 12 بقي 2، X مربع يساوي 72 على 2. سيكمل محمد الشيخ، تفضل يا محمد. شكرا يا ريم لمشاركتك، بارك الله بك. ريم أكمل يا محمد، X مربع ماذا يساوي؟ أصي X مربع يساوي 72 على 2. 72 على 2 فيها شو؟ نصف 72 نصف 72 نصها، يعني بدي اسمه نص 36. 36 أحسنت. إذن X مربع يساوي 36. الآن ما هو العدد الذي مربعه 36؟ X مربع يساوي 36، إذا ما هي قيمة X يا محمد؟ يلا. 36 ضرب 36. لا يا محمد، لا يا محمد انتبه. أنا عندي X مربع يساوي 36، يعني عندي بالأصل عددين أو عدد مضروب بنفسه يساوي 36، يعني X مربع هي عبارة بس لحظة محمد، X مربع هي عبارة عن X ضرب X يساوي 36. شو هو العدد اللي أنا ضربته بنفسه لحتى طلع 36 يا محمد؟ شو هو العدد يا محمد؟ محمد عبد الصمد من عنده. طيب إسراء ضبعان، إسراء ضبعان معي. X مربع يساوي 36، ما هي قيمة X يا إسراء؟ أنسي X يساوي 6. أحسنتي، إذن X يساوي جذر 36. طبعا نحن ذكرنا أنه عكس التربيع هو الجذر، يعني X مربع 36 فقيمة X هي جذر 36 وهي 6. أحسنتي يا إسراء، بارك الله بك. الآن محمود، سنوجد الآن ما هي قيمة العدد الأول والعدد الثاني. طبعا العدد الأول كان عبارة عن 4X والعدد الثاني هو عبارة عن 6X. محمود تفضل. نعم أنسي، أوجد لي قيمة العدد الأول والعدد الثاني أو واحد منهم بس.
يلا تفضل يا محمود. أسس 6x و4x. تمام. طبعا ما قيمة الاكس يا محمود؟ قيمة الاكس ما هي؟ 6. أقوم فقط بتعويض قيمة الاكس. يلا أسي 6 ضرب 6. تمام 36. أسي هو يساوي 36. ما هو العدد الأول؟ ما هو العدد الثاني؟ 36. أسي 4 ضرب 6 وتساوي أسي 20. 24. إذا 24. العدد الأول. تمام شكرا يا محمود لمشاركتك، أحسنت. إذا العدد الأول 4x يساوي 4 ضرب 6 ويساوي 24. العدد الثاني 6x ويساوي 6 ضرب 6 ويساوي 36 وهو العدد الثاني.